وشو غرائب الدنيا وعجائب الحياة. المدرب يورغن كلوب كان عميد فريق ماينز، هو اللي سبابه واللي كان، وكان كيشكروا بزاف الله يرحمه دائما. كيفاش العلاقه ديالو مع يورغن كلوب اللي كان مدرب حي الفريق؟ كان عميد فريق ماينز، وجا دار التيست، دار تقريبا شي 5 ولا 6 ديال لي تيست ونجح، اخر تيست ولا غينجح معاه. ومن تدخل شوف الجانب الانساني عند يورغن كلوب، رغم انه الماني ورغم فاصر على ان هو اللي دار اختبار في ما في ماينز، دار اختبار وشنو اختاروا وشجعوا وقف معاه. هو عميد فريق انذاك يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول حاليا. شوف تعرف الانسانيه، هو الماني ما عنده تعلق بالاسلام، ما عنده تعلق بالمغرب. وانا مؤخرا كنسمع سولو يورغن كلوب على المغرب، قال يمكن عرف عبد الرحيم وكيلي، لان عبد الرحيم وكيلي كان سفير كره القدم الوطنيه باخلاقه وطيبوبته يعني ولعب سنوات. يا اسف اكيد الفراق صعيب، ولكن عبد الرحيم كيبقى رجل طيب، انسان قليل الكلام، رجل طيب يعني. هادشي اللي كيقولوا حتى المتابعين الكرام اللي مازال غنقراو التاريخ. كنت تكلمت بزاف مع عبد الرحيم وكيلي رحمه الله، فكان السبب الرئيسي وراء مجيء ولا التيست اللي دار هو يورغن كلوب وسامو كذلك. وكان كيعاون، كنتفرج وكنهضروا على الصلاه وعلى رمضان، وكنسول كيفاش كتصوم رمضان، وكتعرف لي زالمو ما تيصوموش وما ما يعني كانت امور. قال لي بعد الله سبحانه وتعالى كان عندك الالهام وكان عندك الصبر وهادشي، ولكن اللي كان كيعاونني هو يورغن كلوب. كان كيهضر مع المدرب كيقول لي شوف هذا راه مسلام، خصك يعني تداريب ما كتكونش قاسيه، مقابله يعني العلاقه كانت عنده كان قريبه. سبحان الله سبحان الله، وطيده مع مشكور يورغن كلوب. هنا الانسانيه، هنا الطيبوبه ديال، وسبحان الله العظيم والله العظيم من انا ذاك من كان كيتكلم ليا. وحتى يورغن كلوب كلاعب ما كانش لاعب مشهور ومعروف بزاف، رغم انه كان عميد فريق ديال ماينز. حتى ماينز ماشي هو الباير ولا باير ولا باير ولا باير ولا ولا ميونخ 1860 1860. ف عبد الرحيم وكيلي رحمه الله كان كيتكلم على يورغن كلوب، وهنا ولا عزيز عليا كله. ولكن ملي شفتو مع شالك مع 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 دورتموند، ولا شفتو مع ليفربول، صراحه هذيك العناق اللي كيدير مع اللاعبين المسلمين وكيفاش كيتعامل مع اللعابه، كان عندي فكره مسبقه على ان الرجل طيب. انطلاقا من العلاقه ديالو مع هذا هو المدرب.